شريك الحياه، ازاي اختار الشخص اللي انا هكمل معاه، ازاي اختار الشخص اللي انا عايز اكمل معاه. الحقيقه امر شائك جدا، وكتير جدا من البنات بتقع، البنات بالذات بتقع في مشكلات كبيره من قضيه اختيار شريك الحياه. تقول لك يا دكتور طول عمري خايف ارتبط بواحد بخيل واتجوزته طلع ابخل خلي طول عمري خايف ارتبط بواحد عصبي زي بابايا وطلع اكتر حد ممكن يكون عنده غضب ملوش حصر. طول عمري خايف ارتبط بواحد بتاع ستات وبيبصبص لكل اللي في حياته حتى صاحباتي. طول عمري خايف ارتبط بواحد خاين وطلع بيخني مع واحده قريبتي. للاسف من اهم قوانين العقل الباطن ان ما تركز عليه تحصل عليه حتى لو كان شيء سلبي. يعني يجي الاستاذ مصطفى طول الوقت يقول لك انا خايف ارتبط بواحده ما بتفهمنيش، يتجوز واحده كانها هنديه مش فاهمه منه اي حاجه خالص، لان عقله الباطن بدون ما يعي، بدون وعي منه يعني، اللي هو على مستوى اللاشعور اللي احنا بنسميه سب كونشس مايند، ابتدى مايند ده اللي هو العقل. احنا هنا مش بنتكلم عن البرين اللي هو المخ، البرين ده موجود في الراس، موجود جوه الدماغ. المايند ده طريقه التفكير. عشان كده لما بنيجي نتكلم عن تغيير طريقه التفكير بنتكلم عن العقل مش عن المخ. كل ما تركز عليه حتى لو كان شيء سلبي بتحصل عليه، حتى لو كان انت خايف ان هو يحصل. ولما تلاقي حد طول الوقت يقول لك كنت خايف ارتبط بواحده ما مش هتفهمني، مش هتحترمني، مش هتحترم خصوصيتي، وطلع كل الصفات دي هي اللي موجوده فيها لان دي كل الصفات اللي انت ركزت عليها فيها. ببساطه شديده احنا محتاجين نعرف ازاي الناس بتختار شريك حياتها منها هي عشان تعرف تنفذ هذا الاختيار الصح. اختيار شريك الحياه ممكن يكون على المستوى الجسدي. ان يجي واحد يقول لك انا عايز اتجوز واحده حلوه جدا فيشوفها بس هي الحلوه دي يلا هتجوزها، وممكن يقسم هنا هي حلوه شكلها ولا حلو لبسها ولا حلو طريقه كلامها، كلها امور ممكن تكون في هذا الاطار الجسدي. والعلاقه دي بتكون علاقه ما بين ذكر وانثى بس، ما فيهاش علاقه ما بين راجل وامراه خالص. واحنا قلنا ان الرجوله مسؤوليه وان المراه تختلف تماما عن الانثى، ووضحنا ده في التوبك اللي فات. المستوى الثاني من الاختيار غير المستوى الجسدي هو المستوى الاجتماعي. يجي الاستاذ مصطفى يقول انا عايز اتجوز جوازه اعرف اتسند عليها زي ما هو ساند دراعه كده. دايما بيبقى عايز يسند حاجه معينه، يعني اتجوز بنت فلان اللي من العيله الفلانيه، او اتجوز دكتوره او صيدلانيه، لا لا خليها مهندسه، اختار من 90% ثانويه عامه وانت طالع. هو هنا بيدور على حاجه هو ما يعرفهاش. انت ليه عايز تتجوزها بس من الكليات دي؟ عشان ابني يقول انا ابن الدكتوره. طيب والله وانت هتعمل ايه؟ ويا ترى الدكتوره دي هتعرف تربي ولادها؟ طب تفتكر المهندسه دي انت هتبقى سعيد معاها؟ ده الاختيار على المستوى الاجتماعي، وكتير من الناس لما بيجي يختار ما بيختارش على المستوى الاجتماعي بس ما بيسالش نفسه هو المستوى الاجتماعي ده هيبقى مفيد ولا مضر. المستوى الثالث، لان ممكن المستوى الاجتماعي يكون مضر خد بالك. المستوى الثالث غير المستوى الاجتماعي او طريقه الاختيار بهذا الشكل الاجتماعي، اختيار على المستوى العاطفي. يعني يقول لك لما بشوفها بحب اتكلم معاها. صوت تسمعني تقول لك انا بحب جدا ان هو قد ايه بيحتويني وانا عصبيه. مش واخده بالي خالص ان هو بيشوفك مره كل اسبوعين، يعني سهل ان هو يحتوي العصبيه بتاعتك كانه بيتفرج على فيلم رعب. مش واخده بالي خالص ان انت ممكن تكون فعلا بتحتويها دلوقتي، بس بعد كده مش هتقدر تحتويها خالص. الاختيار على المستوى العاطفي ما بيبقاش فيه شيء من العقلانيه اللي ممكن لما بنفتقدها بيتم فعلا الطلاق في السنه الاولى من الجواز. لان العاطفي والرومانسي والحنين والرقيق بقى بيتخانق معاها كل يوم بمعدل الانفاس، وبقى بيقول لها قد ايه انت كلامك كتير وانا مش قادر استحملك، وقد ايه انت شكايه انا مش قادر استحمل شكوتك، وقد ايه انا ما بقتش شايف فيكي غير ان انت حد بيعمل مشاكل. وتحول الشخص العاطفي اللي كان بيسمعها ويحتويها الى حد بيقول لها كل عيوبها في اقل وقت ممكن. المستوى الرابع هو المستوى العقلاني، وده بيكون من انجح العلاقات الزوجيه اللي ممكن نختار عليها، انك بتفكر بالعقل انت عندك ايه تقدر تديه للطرف الثاني، وبالتالي تنتظر ايه من الطرف الثاني. وحد بيقول لك انا عشان ارتبط بفاطمه لازم اكون عليه، عشان خاطر احصل على واحده تقف جنبي وتساعدني وتساندني وتدعمني لازم انا اقف جنبها واساعدها وادعمها، عشان ارتبط بواحده تسمعني وتحتميني وتفهمني لازم انا احتويها واسمعها وافهمها. وعلى قد ما بيقدم في العلاقه على قد ما بيستنى ان هو ياخد منها، وبتلاقي ان كل واحد في الاثنين بيحاول انه يقدم اللي هو عايزه من الطرف الثاني، فالتاني يقدم له اللي لقاه من الطرف الاول. العلاقه دي احيانا تبقى عقلانيه جدا، بس للاسف بيخلوها شيء كبير جدا وجزء اكبر من المشاعر اللي هو المستوى اللي تحتها حبتين. عشان كده انجح النماذج هو النموذج الخامس، النموذج الروحاني.
اتنين بتحس ان هم روحهم متوافقة مهما حصل من كل واحد فيهم، ما بيقفوش على الغلطة، ما بيزعلوش من بعض، ما بيدققوش على السلبيات، بيتجاوزوا عنها عشان الدنيا تعدي. روحانيا الاتنين بيرتقوا، كل واحد منهم ما بيسألش نفسه التاني قدم لي ايه، بقدر ما بيسأل نفسه هو انا قدمت للطرف التاني ايه. للأسف المستوى الروحاني ده صعب قياسه، وصعب ان احنا نحكم على حضرتك انك شخص روحانياتك عالية، او حتى نحكم عليك انك اخلاقك عالية، لان الدين اصلا اللي هو العلاقة الروحانية فأصله اخلاق، واللي ما عندوش اخلاق ما عندوش دين. عشان كده ما نقدرش نقول اذا جاءكم من ترضون دينه لا لحيته ولا ملبسه ولا قطرة صلاته ولا قطرة صدقاته. الدين اخلاق، اقربكم مني منزلة يوم القيامة احسنكم اخلاق. الطريقة الافضل لاختيار شريك الحياة ان انا احدد ايه اللي عندي ومحتاج اكمله ازاي. اوعى تتجوز واحدة شبهك في الصفات، اوعى ترتبط بواحد في نفس صفاتك الانسانيه.